من المشاكل، وهذه احنا بيوسعنا ان نتخلص من عدها باي طريق، بما رسم الله عز وجل لنا. الباري عز وجل سهل هالطريق، احنا جاي نعقده، جاي نعقده، نضع في طريقة الف عقدة وعقدة. اش شلون نعقده؟ نعقده بالاعتبارات الزائفة، انه احنا نضع عقبات مثلا بالكفاءة. انت هسه لما تيجي تشوف باب الكفاءة تتعجب، تقول هذا الباب اللي جاي يبحثون به فقهاء ذولا؟ يو لا، ذولا اللي جاي يبحثون به مو فقهاء، ذولا ناس كل واحد شايل خنجرة واقف. ها ده غريب، يعني مو لغة فقهاء، غريب والله. احيانا تلقى هذا عنده اشتراط بالكفاءات غريبة، واحد يعتبر شرط من شروط الكفاءة الاتحاد بالمهنة بالطبقة، ان هاي يكون من هالطبقة وهذا من هالطبقة، ليكون هذا من هالطبقة وذاك من الطبقة الاخرى، ما يصير، ما تحصل الكفاءة. واحد يضع مو هالعقبة عقبة الطبقة الاجتماعية، واحد يقع عقبة الثقافة، ان توحيد الطبقة بكل الصفات. واحد يضع مو عقبة الثقافة، يضع عقبة النسب، هذا منو ابوه؟ ها الغريب. فاليوم انا امشي لقاني واحد قال لي مولانا تفضل، قال لي ارجوك هذا اسلوبكم انتو، فلان فقيه يكتب بالرسالة ان الكردي ما يطهر الا بعد سبع تظهر، ليش انا شو مسوي؟ ايش بي انا؟ ها ليش يعني؟ شنو جريمتي انا؟ ما تقول لي شنو جريمتي؟ شو تقول له بالله هذا؟ لا واقعا يعني شو تقول له؟ انت هذاك الله يرحمه معتمد على رواية ضعيفة وذبها للحشاية وراح. ارجوك انت تقرأ القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. شوف جابك هاللغة، كلكم لآدم وآدم من تراب، تيجي تعتمد على رواية ضعيفة، تذب لك فتوى من هالنوع وتروح. ها مشكلة يعني، مصيبة. شنو فرقة؟ هي كلنا لآدم. منين اجت هالاعتبارات هاي؟ انت تيجي تضع لك عقبة عرقية تخلق بها الف مشكلة. انا ما اطور لك بعد، اكو اكثر ترى، اكو ها بفئات اخرى، اكو انتماءات اخرى يضعون عقبات، ان هذا مو كفل هذا وهذا مو كفل هذا. هسه احنا عندنا هنا انتم اشياء اخرى، لكنه انا احكي على مستوى فقهاء، ما احكي على مستوى عوام. عامي لما يريد يقول لي هذا اصيل وهذا بشري، انا ما لي شغل بي، انا هذا ما يهمني. لكن فقيه، لغه فقيه يا اخي، فقيه يقول له ان هذا اللي ينتمي الى هاي الجنسيه ما يصير كفل هذا. ليش؟ منين لك هذا انت؟ منين؟ إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. شوف، بدل أن يتخذوها وسيلة للتسهيل اتخذوها وسيلة للتعقيد. شنو يعني ترضون دينه؟ يعني دين الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. زين، إذا كان هذا هو يشهد الشهادتين مرضي الدين، هو يجي لا يطلع منها عقبة، يعني من المورد اللي اجت الشريعة جعل باب للتسهيل هو طلع باب للتعقيد. شلون؟ قال ان ترضون دينه، من يقول ان هذا اللي من المذهب الفلاني دينه مرضي؟ لا، ما اللي دينه مرضي لازم يكون من هالمذهب، اذا مو حنبلي دينه مو مرضي، اذا مو شافعي دينه مو مرضي، ذاك يقول اذا مو شيعي دينه مو مرضي. أرجوك، هي هاي هذا 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 هو فهم الدليل. بس أنا ما أريد أذب نفسي في حلبة الفقهاء، لكن أريد أقول أن هذا واضح ما يتمشى مع خطوط الإسلام العامة. أريد أقول أن الخط العام إجا الإسلام اعتبر المسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.